En el fondo era bueno, ¿verdad? Sí, nena. Muy noble. Estamos desoladas. Para mí fue siempre como un hermano. Y claro, como son ustedes sus únicos parientes, lo habrán heredado. Ay, el dinero no nos importa, nena. Era él a quien queríamos. Supongo que le harás el novenario de misas. Todas las hermanas de la congregación vamos a asistir. Por supuesto, nena. ¿Cómo va a faltarles asistencia espiritual a mi sobrino? Señora Ana Albina. Sí, Cordelio. Acaba de llegar el padre Enrique. Ay, las dejo para que hable con él. Sí. Cordelio, dígale al padre Enrique que estamos aquí. كل دقيقة تقربنا من سعادة التمتع بثروة سانتياغو يا ابنتي. لكن لا أنكر أن تلك الوصية ما زالت تقلقني. أية مفاجأة قد يكون النذل حضرها لنا. يبدو أن سانتياغو أراد الانتقام من أفراد عائلته وأقاربه قبل وفاته. سوف يصابون بالصدمة حتما سيدي. وصية هي الأكثر غرابة في رأيي. ألا تتوقع مشكلة إن قضتها العائلة؟ لا توماس، الوضع قانوني. إني أتخيل وقع الصدمة عليهم عند تلاوة الوصية أمامهم. تلك هي أمنية سانتياغو الأخيرة، يقبلونها أو يرمون في الشارع. لديه أسبابه ليفعل ذلك أكيد. بالتأكيد توماس، أمنيتي هذه دوما سيكون توماس. بالتأكيد. تلك الفتاة ماريا مرسيدس مونيوس لها كامل الحقوق، ويستحيل أن تؤخذ منها. Gracias por haber venido, padre. ¿Qué menos puedo hacer, hijas? ¿Y qué puedo decirles si conozco sus penas y sus sufrimientos? Ruego a Dios perdón para Santiago y olvido para los resentimientos. Yo lo he perdonado. No digan nada hasta que no sepan cómo quedó su testamento. Si Santiago les ha, bueno... ¿Traicionado? Eso. Si ha traicionado sus esperanzas, Dios sabe cómo reaccionarán. Yo sí sé cómo voy a reaccionar, padre Enrique. Pleiteando con todas mis fuerzas. ¿Contra la voluntad de Santiago? Contra su injusticia. Que el Señor te ayude, Malvina. Y si el Señor no me ayuda... De todas maneras, pleiteo. Porque no estoy dispuesta a perder la fortuna de Santiago, que solamente a nosotros nos corresponde. تمثيلك يحرجني يا أمي. لا يمكنني. بل ستكمل خورخ لويس. يجب أن تتقدم المأتم وتتقبل التعازي بحزن بالغ. هذا كثير يا أمي. خورخ لويس، نحن تعذبنا طوال سنوات. لولا المظاهر لرقصت وغنيت. أمي. نعم، أشعر وكأنني كنت مهددة بالموت، وألقي القبض على من يهددني. أرجوك، عند تقبل التعازي تكلم حسنا عن المرحوم المتوحش. تقول مثلا: لقد كان طيبا
لم يكن شريرا ولم يتوقع الموت. لا أمي، لن أفعل. وكان لطيفا جدا معنا. قلت لا أمي، سأشكر لهم حضورهم فقط. مثل للنهاية خورخي لويس، فكر بي وافعل من أجلي. لماذا صرخت البارحة من شدة؟ لأني رأيت حلما مزعجا. بماذا حلمتي؟ رأيت مأتما، شخصا مدفن، لم أعرف من كان. حاولت منعه من دفنه، رحت أصرخ وأصرخ كي لا يضعوه في القبر، لكن أحدا لم يأبى. يا للحلم المخيف. اسمعي ترى ما معناه؟ معناه ربما حدث موت في العائلة. يا إلهي لا تنظري إلي يا أختي. الأفضل أن أوقظ أندرسيتو، هو اللي تأخر على المدرسة. لاحقا أقصد السيدة فيلو لتفسر لي المأتم في الحلم، إنها بارعة في التفسير. ومن يكون ذاك الميت؟ أندرسيتو، أندرسيتو انهض، عليك الذهاب إلى المدرسة. لا أريد الذهاب. سئمت منك فالجواب نفسه يوميا. انهض وإلا بالقوة. أشعر بالنعاس. وأنا أيضا استحمت تنشط. هيا، لكنني أشعر بالبرد. وإن يكن، هيا. أنت ثقيل. هيا هيا. هيا ساعديني قليلا وحضري الفطورة. ألا أرتاح في هذا البيت؟ انتقلي لبيت أفضل. انتظري لأكبر وسترين. عندما تصبحين كبيرة وتتذكرينني سيؤنبك ضميرك، فكل ما فعلته كله في صالحك. لقد اعتنيت بكم وأهملت نفسي لكي أقوم مقام والدتي. رودولف، لا أعرف أتتقبل ما أقول، لكن ثمة مكروه من يوليا؟ لا لا لا، هل أطلب منك شيئا؟ تحدثنا عنه سابقا ولم نبدي أي جدية حياله. أقصد لم يتسنى لي أن أعرض طلبي بشكل جدي مثل الآن. ما الأمر من يوليا؟ قولي. رودولف، أريد العودة إلى مكسيكو. ماريا مرسيدس باح سيرفير لأخسان دمي فاميليا من كارغو. ألا تشعرين بالراحة في نيويورك؟ بلى طبعا طبعا. تعرفين ارتباطي في نيويورك، يمكنني إنجازها هناك، لكنني لا أجد الوقت ملائما للعودة. يمكنني العودة بمفردي طبعا، أخذ جوستافيتو وبعد ذلك توفينا أنت ونلتقي ثلاثتنا هناك، ما رأيك؟ أمنيتك بالعودة خاطئة. نعم رودولف، أصبت. هل لي أن أعرف سبب اهتمامك بالعودة؟ قسمي الخبز والجبن بينك وبين أندرسيتو روزاريو، سيشرب هو الحليب وأنت القهوة. أرأيتي، أنت تفضلين أندرسيتو علي وكأنه أفضل مني. لأنه فتى صغير ويحتاج للحليب لكي ينمو.